أهلا بكم. وجه فيصل القاسم الإعلامي بقناة الجزيرة انتقادات لادعة إلى النظام الجزائري الحاكم بسبب أزمة المياه غير المسبوقة التي تعيشها الجزائر، ووصف صاحب برنامج الاتجاه المعاكس المعروف ما تقوم به الدولة الجزائرية بأنها تركت زوجها مفتوح وراحت تداوي ممدوح. وقال القاسم إن وزير خارجية الجزائر مشغول هذه الأيام بالتوسط بين مصر والسودان من جهة وإثيوبيا من جهة أخرى لتأمين القدر الكافي من المياه لمصر والسودان بعد بناء سد النهضة الإثيوبي. وأضاف الإعلامي المذكور: لكن الوزير المحترم نسي أن الجزائر تعاني الآن أسوأ أزمة مياه في تاريخها. المشاهد تيفي. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.